ضمن مسيرة التعاون والتنسيق المعمول بها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبدأ اليوم الأحد وعلى مدى 4 أيام فعاليات أسبوع النزيد الخليجي الموحد في دورته الخامسة، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية. وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العقيد عبد الله علي معنطر، رئيس مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل. مساء الخير سعادة العقيد، شعار هذه الدورة من أسبوع النزيد الخليجي معا لتحقيق الإصلاح، ما هي أبرز الخدمات التي يقدمها المركز لإصلاح وتأهيل النزلاء ضمن أدائه العام كجهة إنفاذ القانون؟ أولا أشكر تلفزيون البحرين على تسليط الضوء على أهم الجهود والخدمات اللي تقدمها وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل للنزلاء، والتي نعتبرها نحن في مركز الصعدة نعتز ونعتز بها. لا شك مهمتنا في المركز الصعدة خصوصا ونحن الجهة المرضية إنفاذ القانون على النزيل، وفي نفس الوقت الجهة المسؤولة عن الصلاح وتأهيله. إلى ذلك فنحن نسعى أن تشمل البرامج الإصلاحية في المركز كافة النواحي النفسية والثقافية والدينية والرياضية والصحية، كما نركز على أن يكون النزيل طوال فترة وجوده في المركز متواصل مع المجتمع وغير منعزل عنه عن طريق تنظيم الفعاليات المختلفة والتي تتزامن مع المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية في المملكة البحرين. نعم. طيب، ضمن الفعاليات هناك معرض مشغولات ومنتجات النزلاء، وهناك أيضا فعاليات ثقافية ورياضية ودينية واجتماعية. كيف تلمس تأثير هذه الجهود في مجال الإصلاح والتأهيل؟ لا شك هناك تفاعل إيجابي واسع من النزلاء وتنافس كبير للمشاركة في فعاليات الأسبوع وفي البرامج المطروحة داخل المركز طوال العام، حيث يشكل لنا المردود الذي نلمسه منهم حول هذه البرامج الدافع الحقيقي والمحرك الرئيسي لنا في المركز لتطوير مثل هذه الفعاليات والبرامج. نعم. طيب سعادة العقيد، ما هي أبرز المجالات التي يشملها التعاون بين دول مجلس التعاون من خلال هذا الأسبوع؟ وإلى أي مدى تتحقق الفائدة المشتركة؟ التعاون بين دول مجلس التعاون في هذا المجال متواصل طوال العام ولا يقتصر على أسبوع النزيل فقط. هناك زيارات متبادلة وفعاليات مشتركة دائما. أما فيما يخص الفائدة المشتركة خلال الأسبوع فهي كبيرة نظرا للجولات الشاملة التي تنظمها للضباط الزائرين من دول المجلس من دول الشقيقة، والتي تتزامن مع جولات شاملة خاصة بضباط من دولة البحرين إلى الدول الشقيقة المجاورة، والاستفادة على كافة الأقسام والنظم العمل والبرامج الإصلاح والتأهيل المتنوعة، مما يضمن تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها إثراء التجارب والتطور المتواصل والمطلوب في هذا المجال. وكما أن للتوجيه المباشر طبعا لسيدي مع الوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية دور الأكبر في ضرورة الاستفادة الكاملة في مثل هذه المناسبات وتبادل الخبرات بين ضباط دول مجلس التعاون المشاركين في فعاليات هذا الأسبوع، الأمر الذي يؤكد عليه أيضا سيدي معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة من خلال المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق بالإصلاح وتأهيل النزلاء وتصحيح كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف. نعم، العقيد عبد الله علي معنطر رئيس مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، شكرا لك.